وانا ومحمد بنهرب من الصبح وبنستناكم عند مطعم الفلافل. فيديو اليوم بدي احكي لكم الجزء الثاني من بداية الهروب من المدرسة وكيف انتقمنا من اللي تهوشت معه بمحل بلاي ستيشن. مرحبا يا جماعة، معكم سلامة فيديو جديد. تذكرين يا اخوان هذا الفيديو بداية الهروب من المدرسة، قلت لكم اذا بدكم جزء ثاني وصلوا 1000 لايك والفيديو وصل 1200 لايك فلازم اعمل جزء ثاني. خلص بكون حقير لو ما عملته، يعني 1200 واحد هذول لو هجموا علي على الدار غير يكسروني تكسير. المهم اللي ما شاف الجزء الاول ضروري تروح تشوفه، راح احط لك اياه هون او هون، روح شوفه وتحضر القصة هاي لانه ما راح تفهم شغلات كثير. وهسه لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، صلوا على النبي يا جماعة، ويلا خلينا نبلش. قلت لكم بالقصة الماضية يا اخوان انه في سور ورا المدرسة كنا نهرب منه، كان مكسر زي هيك انه نتشعبط عليه او نتسلق عليه. فبعد ما هربنا بالفرصة ورحنا اكلنا حمص وفلافل بمطعم، رجعنا قبل ما يطلعوا الطلاب على الصف وتخلص الفرصة. ولما رجعنا على الصف يا اخوان في واحد من اصحابنا صار يحكي لنا انه وينكم بالفرصة ما شفناكم، حكيت له والله كنت مطعم فلافل، صار يضحك ويقول لي دمك خفيف. انا قلت له لا بحكي جد، او اقول لكم شوفوا المشهد هذا. شو وين كنت بالفرصة؟ كنا بناكل بمطعم حمص وفلافل. يسعد دينك بخف دمك يا زلمة. لا يا زلمة جد بحكي، هربنا بالفرصة ورحنا أكلنا حمص وفلافل وكيفنا ورجعنا بالفرصة ولا من شاف ولا من دري. قول والله، والله العظيم يا زلمة، والله أحكي للأستاذ. ولما ركض يحكي للأستاذ يا أخوان لهكته وقلت له بالله عليك لا تحكي لحدا، بخليك تهرب معنا مرة ثانية وبخليك تأكل معنا بمطعم بس ما تحكي لحدا. قال لي عندي شرط. قلت له شو هو الشرط؟ قال لي ماشي بهرب معك بس الشرط إنه يجيب معه اثنين من أصحابه يهربوا معنا. فأنا قلت له ماشي، جاب الاثنين اللي بدهم يهربوا معنا وقلنا لهم جدول الهروب. بلاي ستيشن، حمص وفلافل ومرات شاورما. كيفوا يا اخوان وصاروا بدهم يجيبوا كمان اثنين من اصحابهم، وهيك صرنا سبعه لازم نهرب من المدرسه. انا ومحمد لو بدنا نهرب لحالنا خلص جي جي راح يسدوا للمدير عنا، فغصبا عنا بدنا نهربهم معنا. المهم يا اخوان انا ومحمد بدنا طريقه انه نهرب منهم بس مش عارفين شو بدنا نسوي. ثاني يوم واحنا الطريق لنا للمدرسه قال لي محمد شو رايك ما نداوم اليوم ونروح محل بلاي ستيشن عشان ما نضطر نهربهم معنا بالفرصه يعني. قلت له يسعد دينك يلا امشي خلينا نهرب. رحنا هربنا على محل بلاي ستيشن. اول ما دخلنا على المحل يا اخوان شفنا صاحب المحل، وصاحب المحل كان ناسينا بيجي عليه كثير الطلاب يلعبوا وكان ناسينا ونسي انه طردنا المره الماضيه من المحل عشان عملنا هوشه. برجع وبعيد يا اخوان اللي ما شاف الجزء الاول يروح يشوفه لانه ما راح يفهم شغلات كثير بالفيديوهات. المهم تبع المحل نسينا بس لما دخلنا جوا لقينا الولد اللي تهاوش معي اللي كان بده يعطيني دخان وقال لي غبي وضربني كف وتهاوشنا. عرفته هو ما قال لي غبي، قال لي كلمه ثانيه بس بدناش نحكي تفاصيل كثيره. المهم اول ما شفناه شافني وصار اشر علي. لما اشر علي يا اخوان في خمسه او سته قاموا فجاه علي. انا ومحمد لما شفناهم قاموا علينا قلنا لهم ايش يا حريمات وهجمنا عليهم. لا بمزح يا اخوان، اول ما شفناهم بتطلعوا علينا انا صرت احكي لمحمد شليف وطلعنا هربنا من المحل. ضلينا هاربين ورحنا نقعد بالحديقه اللي جنب المدرسه لحتى تصير الساعه 1 اللي هو وقت روحت المدارس عشان نروح معهم الحديقه هاي. اول ما ندخل عليها يا اخوان اول شيء بنعمله بنروح نتمرجح، بنظل نتمرجح لحتى ندوخ. مره اجت علينا وحده وابنها واحنا بنتمرجح، كانت قاعده هي وابنها على الكرسي اللي جنب المرجحه وانا ومحمد قاعدين نتمرجح ومطقعين لابنها، مش انه نقوم ونخليه يلعب، لا كنا مطقعين له. مزقناش حالنا ولعبنا الولد الصغير، ضلينا احنا نتمرجح. والمره صارت تشكي لنا همومها وحكت قصه حياتها، جوزي بيضربني، اخواني وانا صغيره ما كانوا يحبوني. طب انت جوزك بيضربك، انا شو دخلني، خلينا نتمرجح براحتي يا زلمه. المهم يا اخوان خلصنا نتمرجح وقعدنا، محمد بلش يقول لي كله منك، صار لي 3 سنين بهرب على محل بلاي ستيشن ولا عمري عملت مشكلة والعمر انطردت. كله منك يا زلمة، أنا صار لي 3 سنين بروح محل بلاي ستيشن، 3 سنين وأنا بهرب ولا عمري عملت مشكلة والعمر انطردت. أنت حضرت جنابك من أول يوم عملت مشكلة وانطردت وممنوع نفوت على محل بلاي ستيشن من وراك. يا زلمة هو اللي كان بده إياني يدخن وقال لي غبي وضربني كف، يعني بدك إياني أسكت له؟ أكل الفيل نصيب. لا تقنعني يا زلمة كله بسببك. اسمع يا زلمة في 5 أو 6 قاعدين بدوروا علي بدهم يضربوني، لازم نلاقي حل. ومحمد قال لي صح ولا تصفنا بدهم يهربوا معنا؟ قلت له آه. قال لي خلينا نهربهم معنا. قلت له آه. قال لي أنت حمار. قلت له آه. بعدين استوعبت وقلت له ليش حمار؟ قال لي نسيت شنطتك بمحل بلاي ستيشن. احا قمت بدي اروح على محل بلاي ستيشن بدي اجيب الشنطه. قال لي اقعد يا زلمه هسه بتاكل قتله من 6 الاولاد اللي بدوروا عليك، خلي الشنطه لحتى اكمل الحل تبعي. قلت له اه كمل شو كنت تحكي. قال لي خلينا نهرب اولاد صفنا ونروح عليهم نتهاوش معهم ونضربهم وناخذ شنطتك من محل بلاي ستيشن. قلت له ماشي بس انا هسه كيف بدي اروح على الدار وانا شنطتي ناسيها، يعني شو بدي احكي لاهلي وانا شنطتي. قال لي يا زلمه احكي لهم انك نسيتها بالمدرسه على اساس انه اهلي راح يصدقوا اذا قلت لهم نسيت الشنطه بالمدرسه. قلت له خلص ماشي. صارت الساعه 1 وصار وقت الترويحه يعني وقت روحت المدارس لازم نروح. فانا قلت ليش ما اروح هسه محل بلاي ستيشن بما انه صارت الساعه 1 الطلاب اللي عنده روحوا، فبلاقي المحل الحفاظي باخذ الشنطه وبروح. فعليا يا اخوان رحت على محل بلاي ستيشن ولقيت الشنطه موجوده، فقلت لتبع المحل الشباب اللي كانوا الصبح كل قديش بيجوا يلعبوا عندك؟ قال لي كل يوم، هذول بيداوموش على المدرسه
مختصين يجي يداوموا عندي، يعني عايشين عشان يلعبوا بلاي ستيشن. قلت له ماشي واخذت الشنطه وروحت. وهيك يا اخوان انا ومحمد عرفنا الاوقات اللي بيكونوا فيها، اللي هو كل يوم دائما بيكون موجود بمحل بلاي ستيشن. فلما عرفنا انه كل يوم بيكون بمحل بلاي ستيشن خلاص هيك اتفقنا انه نيجي انا واولاد صفي ومحمد نجي نضربهم. روحنا على الدار واجينا داومنا ثاني يوم. وكالعاده رحت على دار محمد وصحيته وقعدت استناه لحتى يجهز. مش عارف ليش دائما بقعد ساعه لحتى يجهز، يعني هو بتمكيج؟ لا بيظبط حاله؟ لا يعني بس بغير وعيه وبرفع شعره بجل وبغسل وجهه وبيطلع علي. مش عارف ليش بقعد ساعه، يعني بعشر دقائق بقدر اسوي الشغلات هاي. المهم طلعنا على المدرسه ووصلنا وقعدنا بالصف. حكينا للشباب اللي بدهم يهربوا معنا انه في معنا هوشه، في اولاد هيك بمحل بلاي ستيشن بدهم يضربونا ولازم ننتقم منهم واحنا قدها واحنا الصف الاسطوري. فلما سمعوا يا اخوان انه في هوشه ولا واحد فيهم اعترف فينا. مين انتوا؟ احنا بنعرفكم؟ حلوا عنا. انا ومحمد لازم نقنعهم. محمد حكى لهم ولكم بترضوها اثنين من طلاب صفكم ينضربوا، شو راح يحكوا عن صفنا؟ صف السقايط؟ صار يحكوا اه احنا صف السقايط وحلوا علينا بدناش نعمل مشاكل. انا قلت بعقلي فعليا انه صف سقايط، الا انا ومحمد طبعا. فصرنا نفكر انا ومحمد كيف بدنا نخليهم يجوا يعملوا هوشه معنا. فخطر على بالي محمد فكره، قال لي شو رايك نحكي لهم انه بعد الهوشه بنعزمكم على شاورما؟ انا قلت له ماشي. رحنا عليهم وقلنا لهم بعد الهوشه وبعد ما نضربهم لكم منا شاورما. صفنوا يا اخوان وقالوا احلف. قلت لهم والله بس نضربهم غير ناكل شاورما. كلهم يا جماعة صاروا الفزيعة اللي بدهم يفزعوا لي، كلهم بحبوني ولاد صف اللي بظهري. وقف واحد منهم وقال خويك خويك أبشر بالفزعة ولا زانت الحياة تنخاني أقول لك أشر ودشر. الله الله, 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 الله. صرنا نزقف له انا ومحمد وبنسلك له، بدنا اياهم يضربوهم معنا يا اخوان فلازم نسلك. فهسه انا ومحمد بدنا خطه عشان نخلي الخمسه هدول يهربوا معنا، يعني سبعه بدنا نهرب من المدرسه مره واحده، يعني بيشوفونا الاساتذه واحنا هاربين سبعه فجاه هيك ملفتين للنظر، فلازم نلاقي طريقه نهرب فيها بدون ما نلفت انتباه. هسه احنا بدناش نهربهم من الصبح، يعني بدناش نهرب من المدرسه قبل ما نداوم، بدنا نهرب بالفرصه، لانه اللي بدهم يهربوا معنا اللي بيجي بالباص والباص بوصله باب المدرسه واللي اهله بوصلوه، فبيقدروش يهربوا معنا الصبح، لازم يهربوا وقت الفرصه. فعشان الكل يقدر يجي لازم نهرب بالفرصه. كنا سبعه يا اخوان، فعملت انا ومحمد وقعدت مع اولاد الصف بدي احكي لهم اياها، وما بدي احكي للكل، بدي احكي بس للخمسه اللي بدهم يهربوا معنا عشان ما تنكشف الخطه ويفسدوا عندنا الاساتذه. اليوم يا شباب لازم نخطط انه نهرب من المدرسه. خطتنا اليوم ما لازم حدا يعرف فيها، لا اساتذه ولا المدير ولا حدا من طلاب صفنا، مفهوم؟ تعرف السور المكسر اللي ورا المدرسه صح؟ انتوا الاثنين بتروحوا منه بتهربوا بالفرصه، وانتوا الاثنين بتهربوا من عند سيارات الاساتذه، في سور عند سيارات الاساتذه بتهربوا منه. وانا ومحمد بنهرب من الصبح وبنستناكم عند مطعم الفلافل. وهيك بيضل واحد منا. انت بضلك تراقب هذول الاثنين، بس يهربوا بتهرب وراهم. فهمتوا هيك الخطه يا شباب؟ هيك يا اخوان اتفقنا على الخطه ورحنا ثاني يوم انا ومحمد على مطعم الفلافل، قعدنا نستنى فيهم. وطبعا بما انه وصلنا محل الفلافل وصينا ناكل صحن حمص وصحن فول وفلافل وخبز سخن وكاسه شاي. هذا اشي اكيد يا اخوان لازم ناكل فلافل، واحنا اصلا وعدنا الخمسه اللي بدهم يهربوا معنا انه نطعميهم شاورما، فاحنا بدنا ناكل فلافل نسلك حالنا بما نهرب وبس نعمل الهوشه ونضربهم بنروح ناكل شاورما. صارت الساعه 10 تقريبا واجا وقت الفرصه، صرنا نستنى فيهم يجوا علينا. اجوا اول اثنين وضايل ثلاث، بعد بشوي اجوا الثلاث من بعض، مش اثنين بعدين واحد يلحق. هذا دليل انه الثالث ما راقب اصلا، ظل هارب على السريع. واجا وقت انه نضربهم عشان نروح نلعب بلاي ستيشن براحتنا. المهم يا جماعه طلعنا على محل بلاي ستيشن واحنا على الطريق اللي كان يحكي عن بطولاته السابقه، انه هو ضرب سبعه مره واحده لحاله والثاني رفع سياره لحاله والثلاث الباقيين ساكتين يا اخوان ما حكوا شيء عن بطولاتهم. هذول اكيد كانوا قاعدين بيفكروا بالشاورما، وطبعا تبع الشعر شغال. اقول انت تريدني افزع لك يا الخوي، اقول لك اني اسد ابا عن جد. الله, الله. واني اقول لك تنخاني اقول لك اشر ودشر. الله, الله. وصلنا محل البلاي ستيشن ودخلت لحالي، خليت هيك الكل يستناني بمكان فاضي عشان اسحب الاولاد عليه ونضربهم بالمكان الفاضي. المهم دخلت على محل البلاي ستيشن شافني الولد اللي تهاوشت معه، قام وصار يأشر علي، قاموا علي كل اللي معه، طبعا انا شو سويت؟ شلف وصاروا يركضوا وراي ووصلت على الساحه، ودخلوا هم وراي على الساحه وشافوا انه معي سته وانا السابع، وهم كانوا قدنا تقريبا، فوقفنا هيك انا ومحمد بالنص والخمسه ورانا، وهم وقفوا قبالنا وصرنا بدنا نتهاوش، بلاقي اثنين من اللي كانوا معي هربوا. فأنا بتطلع مين اللي هربوا، طلعوا اللي كانوا يحكوا عن بطولاتهم، اللي قتل سبعة لحاله واللي رفع سيارة لحاله، هذول هم اللي هربوا. بس الشاعر يا اخوان بعده موجود، وقف هيك الشاعر قدامهم بلش يحكي لهم قوي سلام يا بالفزع
وأني ما رديت خايب، لكن قسما عظما لأن خاه ووقف معاه. المشكلة يا إخوان إنه هو أردني ولهجته عادية زي لهجتي، يعني بيحكي لهجة عادية مش لهجة بدوية، بس وقت الهوش صار يحكي بدوي. تعرف يا إخوان هذول النوعية من الناس اللي بيحكوا لهجة عادية بس وقت الهوشات بصير يحكي بدوي، تتهاوش معه بكل لهجته عادية، فجأة بصير يقول أبي وما أبي ويا الخوي، فاكرين إن هيك بصيروا يخوفوا. المشكلة يا إخوان إن الطريقة هاي زبطت على اللي متهوشين معه، هيك صار يحكي لهم كم كلمة بدوية وشعر كلهم خافوا منه. فأنا ومحمد لما شفناهم خافوا قلنا للشاعر يلا خلنا نهجم عليهم ونضربهم. الشاعر صار يحكي عليهم يا رجال، هربوا منهم ثلاث وظلوا ثلاث، والشاعر وهو بيضرب فيهم كان يحكي خذ هذه الضربة أيها الزنديق، طاخ لا سوف أضربك ضربا مبرحا، طاخ لا طاخ لا طاخ لا, طاخ. لا.